في رسالة أخيرة للناس اللي كانوا معايا جوه، مش عارفة هم ممكن يوصل لهم الكلام ده ولا لأ، بس بجد عشان مش عارفة أوصل لهم الكلام ده. الورق كان عندنا ممنوع والقلاب ممنوعة، فكان صعب جدا إن أنا حتى أدخل لهم ورقة. هودي رسالة في الأول لأبلة رشا وأبلة هند. الناس دي بتخدم يوم 16/8 في أحداث رمسيس. كانوا هما ثلاثة. أماني كانت متهمة برشاش إسرائيلي، جالها شلل بالتعذيب في أمن الدولة، فخدت إخلاء سبيل من شهر، وهما الاثنين كان اتلفق لهم فرطوش زينا بالظبط، بس هما لسه موجودين لأن هما مش طلبة محدش فاكرهم. أبلة رشا زوجها توفى في زيارة يوم الخميس وهو رايح لها مع زميلي عمار مطوع وهو رايح لأخته. أنا بوجه لهم رسالة، أنتوا اللي شلتونا وأنتوا اللي سطرتونا وإحنا داخلين وقت مع الداخلية كانت معريانة. أنتوا اللي شلتونا، ما تيأسوش وإن شاء الله هنخرجكم هنخرجكم. دكتورة سماح وزوجها اللي كانوا متاخدين من أحداث جامعة الأزهر لمجرد إن هما كان معاهم 7000 جنيه وسندوتشات، متهمين بتمويل جامعة الإخوان للسندوتشات و7000 جنيه. اصبري وصابري، انت اللي كنتي بتصبريني، لولاكي كنت انا ممكن اموت جوه من التعب. انت اللي عرفتينا وانت اللي اديتينا الادويه جوه، وانت اللي وقفتي جنبنا في كل لحظه برغم ان انت كنتي اكتر واحده بتتالمي على اولادك. رساله ثانيه لماما ساميه، انت صوتك حلو قوي وكنت بسمعك دايما وانت بتغني بالليل وانت بتعيطي عند باب الزنزانه، عارفه ان انت مظلومه لانك متهمه بقتل 16 ضابط وانتي اصلا ما بتعرفيش تتحركي من على سريرك. ونستونا واسفين على الاضراب اللي احنا عملناه اللي ضركوا ووداكوا عنبر تاني. رساله تانية للثمان بنات اللي فاضلين من ال 14 اللي كانوا معايا، انتوا اللي قربتوني من ربنا وانتوا اللي عرفتوني يعني ايه يبقى لي اخوات، لان انا ما جربتش او ما عصرتش تجربه ان انا يبقى لي اخوات. انتوا علمتوني يعني ايه يبقى لي اخوات ويعني ايه ناس تخاف عليا وانا لسه اول مره اشوفهم. اول مره اتقاسم مع حد في اكلي وشربي ولبسي. ان شاء الله ربنا هيخرجكم ليا بالسلامه. رساله تانية للبنات اللي كانوا موجودين في عنبر العسكري اللي جنبي، يمكن ما شفتكمش غير واحنا بنخرج في اخر اسبوع، ما قابلتكوش غير مره واحده، بس كنت بحس بعذاب ومأساة لما كنت بخاف اعمل لكم بس باي باي من وانا واقفه عشان ما ندخلش التاديب او ما نتمنعش من نص ساعه اللي بيمنوا علينا بيها ويفتحوا لنا باب الزنزانه. حقيقي ربنا يقويكم بجد، انا اتعلمت كتير جدا من التجربه اللي انا عشتها، على قد ما هي قوتني وعلى قد ما هي وجعتني، لكن هي قربتني من ربنا اكتر. يعني بجد ان شاء الله ربنا يخرجكم لينا، والبقاء لله في زوج أبلة رشا اللي توفى في الزياره، ان شاء الله ربنا يخرجهم عنكم.